حرامات والله حرامات هيك يروح. وهاي كلها انا ارجع واقول حتى بذاك اللقاء قلت هاي كلها حوبه الملوك دي تصير بينا. زين يعني ما ادري يعني ما ادري يعني فساد اداري ليش هيك. زين يعني ماكو يعني باي دوائر الدوله فساد اداري. الله يحفظك. خذ رقم من الولد. الله يحفظك. خذ رقم من الولد. الله يسعدك. هلا بالحبيب. شلونكم؟ حياك. بعض القنوات زين احكي حكايه خاف يقطعوها بدون مقاطعه. سولف. راح اسمعك للاخير. هذا هو بدون مقاطعه. ارجع عاتبك. سولف. انا مو مساله شيء، انا هسه احنا من عوائل الشهداء، والدي شهيد واخوي شهيد. الله يرحمه. يرحم موتاك. كل ما هنالك اريد مقابله ويا الحاج محسن المندلاوي. احنا كانت فيليه من الاقليات احنا. زين انا خريج هندسه حاسبات. شنو بدي اشتغل بالشارجه؟ مع احتراماتي يعني. زين ليش بدي اشتغل محاسب؟ زين والدي شهيد اخوي شهيد انا معين لاهلي. على يا مال. زين مقابله وزير ماكو ليش؟ عبد الامير الشمري صار سنتين مقدم على مقابله حتى ناشدت مصطفى الربيعي وما خابره. زين الرجال متفضل. زين يعني ادز رساله بالانستغرام جابوا الولد. زين عبد الامير الشمري زين مع الوزير. زين سنتين انا مطالب يعني اريد مقابله. ليش تقابل الاستاذ محسن المندلاوي؟ محسن المندلاوي استاذ على مود وضع التعيين. انا خريج هندسه حاسبات، والدي شهيد واخوي شهيد. زين اللي غير يعني من حق غير من حقي لو لا؟ من حقك ومن حق كل الشعب. مو بس من حقك. زين هسه الشعب كله هسه يلزمني واحد هسه يقول لك العراق كله شهداء. انا خليني اقول لك سالفه، العراق مو كله واصل. زين انا عندي شهداء واصل وتعبان على روحي. زين مهما يكن فهذا شيء بسيط من حقوقي. زين ليش محاسب ناب الشورجي وبين اني وقاط ماتي والرباط ماتي؟ والله حقك. مو والله العظيم حقك. مو ما تحكي. زين انا لو ادري هيك ولا اكمل دراسه. ليش كمل دراسه؟ صار اكو ياس عند كثير من الدارس قاعد يدرسون. شويه زحمه، كل الزحمه بهذا البلد اللي ما نعرف البارحه احسن من اليوم. ليش هيك؟ هاي خدمات ماكو، هاي شوف هاي الناس حاله ضيم حاله. ليش هيك؟ ليش؟ زين يعني بلد حرامات والله حرامات هيك يروح. وهاي كلها انا ارجع واقول حتى بذاك اللقاء قلت هاي كلها حوبه الملوك دي تصير بينا. زين يعني ما ادري يعني ما ادري يعني فساد اداري ليش هيك. زين يعني ماكو يعني باي دوائر الدوله فساد اداري. فاني اريد صوتي من خلال كامرتك الوجيهه. زين لا كنا خدام للبيت حكي كله ما ينقطع. لا ما ينقطع، كنا خدام تقعد بالخدمه. كنا خدام. لا كنا خدام للبيت. زين فاني اريد صوتي يوصل، فاريد مقابل من الحاج الاستاذ محسن المندلاوي. يا برد نشوفك. امام علي كان يصحوا له ابو تراب لو لا؟ مو ابو الحسنين مو كان يصحوا له ابو تراب؟ زين احنا نريد مقابله. زين ولا اكثر ولا اقل. وش الاستاذ محسن المندلاوي؟ استاذ محسن المندلاوي. اسمك بالخير. علاء. علاء شنو؟ علاء عادل.